برنامج أطياف. أهلا بحضرتك وأهلا بك في المعرض العام. شكرا في دورته جزيل. 44. شكرا جزيلا دكتور. انطباعك العام كده بما أنه المعرض العام، أول انطباع لحضرتك عن المعرض؟ الحقيقة النهاردة بزور المعرض، بدأت بقاعة صلاح طاهر اللي هي قاعة المكرمين واللي حصلوا على جائزة النيل. أعتقد أن ده يعني كان شيء لطيف جدا جدا، لأنه إضاءة على مجموعة الشخصيات المهمة جدا في تاريخ الفن التشكيلي المصري اللي حصلوا على جوائز النيل. الجزء الثاني، رحت قاعة الباب. الحقيقه في اعمال بالتاكيد مميزه، وفي موجوده في متحف الفن الحديث. ايوه بالظبط كده. وفي اعمال بقى كمان للمكرمين اللي هم رحلوا عن الحياه، اللي هو الفنان حازم المستكاوي والفنان سمير الجندي. في القاعة في أعمال مميزة، يعني على حسب ما أنا متذكرة الآن، في لوحة أيضا للفنانة سوير عثمان طباعة، هي عاملة لوحتين، في لوحة يعني يمكن أقدر أقول إنها شدت انتباهي قوي. بعد كده اتجهت بقى لقصر الفنون. في البداية في عمل نحتي الحقيقة مهم قوي، وهو اسمه قشور الأشجار لإريك جريس. ده عمل مسميه الصرخة، ده أنا بشوف إنه عمل مهم جدا 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 في معالجة للجسم الإنساني وفي قوة، وهو فعلا صرخة يعني. بعد كده بندخل القاعة الأولى بقى، في طبعا يعني شخصيات مهمة في الحركة التشكيلية المصرية، في فرغلي عبد الحفيظ، رضا عبد السلام، في رفق الرزاز، في عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد العزيز، في مجموعة كبيرة. في أيضا عمل مهم لزينب سالم وصلاح المليجي الحقيقة، وأيضا في قطعة نحت خشبي لمحمد سيد توفيق، أيضا فيها تجريد شديد وهي قوية جدا، ويعني بقول تجريد موحي يعني ألخص فأوحى يعني. بعد كده بنطلع القاعة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، أيضا فيها الحقيقة مجموعة أعمال أيضا متميزة جدا، مثلا في محمد أبو النجا قطعتين يعني قطعتين أو لوحتين يعني مهمين قوي. في الدكتور أشرف رضا وهو عمل أدخل ملامح من الوجوه الإنسانية مع المساحات الهندسية اللي كان بيشتغل عليها من فترات طويلة، فأعتقد يعني ده فيها جماليات. بعد كده في علي عبد الهادي مع حفظ الألقاب، يعني عاملة بالاشتراك مع أحمد عبد الفتاح وجوه